عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد دائما في إطار سلسلة دروس اللغة العربية. سنتناول اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو درس اسم فاعل. اسم فاعل، ستجدون اسم مفعول في الوصف إن شاء الله. الآن اليوم اسم فاعل المستوى السادس ابتدائي أو الخامس ابتدائي إن شاء الله، مستويات الابتدائي الخامس والسادس إن شاء الله. نعم، سنرى أولا ما هو اسم فاعل. تعريف اسم فاعل: اسم فاعل اسم مشتق من الفعل مبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل. اسم مشتق من الفعل مبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل، للدلالة على من قام بالفعل. نعم، يشتق من الثلاثي ومن غير الثلاثي، مثل اسم مفعول بالضبط. نعم، من الفعل الثلاثي ومن الفعل الغير الثلاثي. من الثلاثي يشتق على وزن فاعل بزيادة الألف بعد الحرف الأول وكسر الثاني. يشتق على وزن فاعل بزيادة الألف بعد الحرف الأول وكسر الثاني. سنرى ذلك، سأعطيكم مجموعة من الأمثلة، مجموعة من الأفعال واسم الفاعل وما حدث من تغيير. نعم، الفعل سمع. سمع نوعه سالم. نعم، اسم فاعل سامع. نعم، ما حدث من تغيير: زيادة ألف بعد الحرف الأول وكسر الثاني. زيادة الألف آ سا، انظروا معي هنا سا مي أم، كسر الثاني. أخذ محموز نوعه نعم، آخذ اسم فاعل آخذ. نعم، اجتمعت هنا الهمزة مع ألف مزيدة فأصبحت ألف ممدودة آ، أخذ. نعم، سأل نوعه محموس اسم فاعله سائل. نعم، اجتمعت هنا ألف وهمزة فرسمت الهمزة على الياء للكسرة، هنا سائل، اجتمعت الألف والهمزة نعم فرسمت على الياء للكسرة لتناسب الكسرة. نعم، قرأ محموس نوعه نعم قارئ اسم الفاعل، ما حدث من تغيير: رسمت الهمزة المتطرفة على ياء لمناسبة الكسرة. نعم، لكي تناسب الكسرة دائما رسمت على الياء. نعم، مد مضاعف نوعه ماد لا يفك التضعيف، هو في الأصل مادد لكن لا يفك التضعيف هنا فيصبح ماد. نعم، قام هنا نوع فعل أجوف، نوعه أجوف. قائم اسم فاعله قائم. نعم، اجتمعت ألفان فقلب حرف العلة همزة لمناسبة الكسرة، هنا اجتمعت الألفان فقلب حرف العلة همزة لكي يناسب الكسرة، قائم. نعم، دعا نوعه ناقص، نوع الفعل ناقص. داعي اسم فاعله داعي. نعم، يرسم حرف العلة ياء لمناسبة الكسرة، أيضا هنا رسم حرف العلة ياء لمناسبة الكسرة، داعي. نعم، وصل مثال فعل مثال. نعم، نوعه اسم فاعله واصل، هنا زيادة الألف بعد الحرف الأول وكسر الثاني، الحرف الثاني واصل وصل، أضفنا الألف وكسرنا الحرف الثاني واصل. نعم، سنرى هنا إذا أتى من غير الثلاثي. نعم، اسم الفاعل من غير الثلاثي، إذا أردنا أن نشتق اسم الفاعل من غير الثلاثي. نعم، نأتي بمضارعه، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. نعم، سأعطيكم أمثلة هنا. الفعل نعم مضارعه اسم فاعل. أحسن فعل رباعي. يحسن، انظروا هنا محسن، غيرنا حرف المضارعة ميما مضمومة م وكسرنا ما قبل الآخر، محسن. نعم، قدم يقدم مقدم
مقدمة نفس القاعدة، غيرنا ياء المضارعة ميما وكسرنا ما قبل الأخير. مقدم، نعم، استمتع، يستمتع، مستمتع، مستمتع، نعم، يستأذن، 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 مستأذن، نفس الشيء، مستأذن. إذن من الثلاثي يشتق اسم فاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل بزيادة الألف بعد الحرف الأول وكسر التالي. أعطيتكم هنا مجموعة من الأمثلة، يعني من أنواع الفعل، من السالم والمهموز والمضاعف والأجوف والناقص والمثال. نعم، وهنا من غير الثلاثي نأتي بمضارعه، نقوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. نعم، هذه هي القاعدة العامة. هنا سنرى اسم فاعل منقوص، اسم فاعل من المنقوص، انظروا معي، تحذف منه الياء في حالات وتثبت فيه الياء في حالات أخرى. سنرى الحالات التي تحذف فيها الياء. تحذف الياء إذا كان نكرة غير مقترنة بأل، إذا كان نكرة غير مقترنة بأل ولا مضاف في حالتي الرفع والجر. انظروا هنا أمثلة، جاء قاض، مررت بقاض. نعم، إذا جاء جمعا مذكرا سالما، قاضي، قاضون، يحذف الياء. مهتدي، مهتدون، أيضا يحذف الياء إذا جاء جمع مذكر سالم. نعم، هنا الحالات التي تثبت فيها الياء، تثبت فيها الياء إذا كان نكرة منصوبة، انظروا معي هنا، رأيت قاضيا، إذا كان نكرة منصوبة قاضيا ثبتت الياء. نعم، إذا عرف بأل أو بالإضافة، إذا عرف بأل أو بالإضافة، مثلا القاضي عرف بأل هنا، القاضي. نعم، ثالثا إذا كان مؤنثا، إذا كان مؤنثا أو مثنى أو جمع مؤنث سالم، إذا كان مؤنثا أو مثنى أو جمع مؤنث سالم. نعم، إلى هنا نكون قد أنهينا درس اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأن تستفيدوا منه. من لديه تعقيب أو رأي فليكتبه في التعليقات، مرحبا بكم.